القصة القصيرة جدا نوع أدبي سردي يتضمن شكل من أشكال الحكي، لكنه حكي مكثف للغاية. القصة القصيرة جدا عادة لا تتجاوز الصفحة، وتحمل إما مشهد بالغ التكثيف أو مبني في الغالب على المفارقة، ويكتب بلغة موجزة للغاية، لغة مقتصدة ولغة شبه شاعرية في كثير من الأحيان. القصة القصيرة جدا عادة لا تتضمن تركيبة متوالية من الأحداث، وما بتسمحش في معظم الأحيان بعدد كبير من الشخصيات، وما بتسمحش باستفاضة في الوصف، لكنها بتحمل رؤية أو مشهد بتصوره بشكل بالغ الكثافة والعمق، وهي نوع أدبي يعني ازدهر في العقود الأخيرة. وهناك واحد من أبرز كتابنا المصريين، وهو أحد أبرع كتاب هذا النوع من القصة، هو الدكتور محمد المخزنجي. فهذا النوع يختلف عن القصة الطويلة في المدى الزمني اللي بتاخده القصة، في مساحة الوصف، في طبيعة اللغة المستخدمة فيه، ويتحتاج تماما مثل القصيدة. تقدم للمسابقة ما يزيد عن 300 متسابق، وهذا عدد شديد الضخامة بالقياس لمسابقة محلية في النهاية. وهؤلاء المتسابقون قدموا أكثر من قصة، كل متسابق قدم قصة أو أكثر. عدد الأعمال تجاوز 660 قصة. الأعمال بتكشف عن ثراء في أدوات وثراء في إمكانيات الكتابة عند الشباب. هناك قصص شديدة الاكتمال والتميز، وقصص تعبر عن طاقة فنية وقدرة على التعبير متميزة ورائعة. بعض القصص كانت هناك مشكلات في الأسلوب، مشكلات في اللغة، لكن هذا طبيعي بالقياس إلى هذا الحجم الهائل من القصص المقدمة في المسابقة.